في الجزء ده ان شاء الله هنتعلم مع بعض بقى ازاي نعمل حاجة بسيطة زي مثلا الشتاء او الرين. طبعا ده بيستخدم في كتير قوي من المشاهد او كتير من اللقطات برضو باستخدام البارتيكولر. هنعمل كنترول ان عشان نعمل كومبوزيشن جديدة، مش مشكلة بقى الحجم بتاعها، طبعا تنقي زي ما انا كان عليا. على فكرة بفضل الوايد سكرين، وبرضو بكرر واقول الناس اللي عندها ال LCD الوايد سكرين زي في حالة انا كده، بلاش تخلي البيكسل اسبكت ريتيو على الديفولت بتاع البريسيت، لان في الحالة دي هتيجي تعمل مربع هتلاقيه مستطيل، دايرة هتلاقي شكل بيضاوي، وده راجع للريزوليوشن بتاع الشاشة نفسه. علشان كده استخدم السكوير بيكسلز على طول، وبعد كده اعمل اوكي بالمنظر ده. بعد كده هوت هنعمل كنترول واي علشان نجيب سوليد جديدة وليكن نسميها رين، ونضغط اوكي بالمنظر دوت، ومن هنا نحط البارتيكولر. وتعالوا بقى نتكلم مع بعض على خواص المطر. ايه هي خواصها؟ لو احنا فتحنا المتر، اولا هلاقي ان البارتكلز بتطلع في اتجاهات عشوائية، وكل بارتكل تمام بتطلع واخدة سبيد وروتيشن عشوائي في كل الاتجاهات. طيب عشان نحل الموضوع ده، اولا المطر عندي اول حاجة انه متجه، يعني نازل في اتجاه معين. اذا انا مش هشتغل على اليونيفورم في الدايركشن، انا هشتغل على الدايركشنال. دايركشنال يبقى هو كده طالع في اتجاه معين. الحاجة اللي بعد كده ان المطر نازل من فوق لتحت، من فوق لتحت. اذا يبقى انا هضطر اعمل روتيت للبارتكلز دي على المحور اكس بزاوية 90. يبقى انا هاجي في الروتيشن اقول له 90. ده مش هتبقى في الاكس، ده دي الواي، اسف، دي هتبقى 90 بالشكل ده. اعتقد انها مش 90، سالب 90. كده اصبح نازل لتحت، جميل جدا. فاضل بعد كده ان انا اطلع بوزيشن الواي لفوق عشان يبقى بالشكل ده كده. الحاجة اللي بعد كده ان المطر يا جماعة ما بينزلش من نقطة وبعدين يتفرد، ده بينزل من اميتر اوسع شوية. يبقى انا اروح للاميتر تايب، بدل ما هو بوينت اقول له بوكس. بعد كده هوت اكبر الاميتر سايز على الاكس، غالبا اطلعه بره الكومبوزيشن تمام، واكبره برضو على، خلوا بالكو ان الواي في الحالة دي كأنه الزد تمام، لان انا مغير الانجل او الزاوية بتاعة البارتكلز كده. لو احنا جينا نبص في بقى حاجة، بصوا كده كل بارتكل تنزل عمالة بتلف حوالين نفسها وبتنزل في شكل زجزاج عشوائي. لو احنا عملنا زيرو كده اصبح جليد مش مطر. طيب علشان نحل الموضوع دوت، الخاصية اللي بتتحكم في حركة كل بارتكل العشوائية دي تمام، اللي هي خاصية ال velocity from motion، اللي هي خاصية ال velocity from motion. ال velocity from motion، او قبل ما نتكلم عن ال velocity from motion، تعالوا الاول ال particles دي نخليها نازلة بسرعة اكتر من كده شوية. طبعا موضوع السرعة ده فين؟ في ال velocity. يبقى انا اعلي ال velocity دي اكتر شوية بحيث ان المطر يبقى نازل بسرعة. اعتقد ان انا احتاج اعليها اكتر من كده كمان. تمام، برضو حتة البارتكلز اللي بتروح وتيجي دي الفيلوسيتي from motion control z. في عندي هنا ال velocity randomization هخليها 0 كده.
اصبح البارتكلز نازله في اتجاه واحد وما عادش فيه الحركه العشوائيه. طيب لسه دي شكلها شكل دايره، واولا حجمها كبير. طيب لو احنا نزلنا تحت فتحنا بارتكل هنلاقي ان احنا عندنا سفير، وننزل تحت شويه هنلاقي السايز. السايز في الحاله دي ممكن اخليه مثلا 3 بحيث تبقى صغيره، وعشان بقى تديني شكل عامل زي الخط كده. انا ما عنديش نوع البارتكل لاين. العامل الاساسي في ان البارتكل دي تديني شكل زي الخط هو الموشن بلر. يبقى انا بنشط الموشن بلر على الكومبوز على السوليد، وبنشطه على مستوى الكومبوزيشن بالشكل دوت كده. فاضل بس ان انا عايز اعمل يعني المطر بيبقى نازل بميل، ما يبقاش نازل بالشكل ده. لو انا طلعت فوق خلاص هلاقي عندي روتيشن على الواي، الفه بس بمقدار بسيط. في حاجة برضو عايز اتكلم عليها، برضو بالرغم ان احنا قللنا الفيلوسيتي ديستريبيوشن الا انه برضو في بارتكلز نازلة في اتجاهات عشوائية، او اتجاهات البارتكل نفسها كبارتكل نازلة واحدة كده واحدة كده واحدة كده. طيب دي منين؟ لو انتوا تفتكروا انا قلت ان في خاصية اسمها دايركشن سبريد. دايركشن سبريد معناها ان كل بارتكل هتنزل مختلف، هينزل اتجاهها مختلف عن اتجاه البارتكلز التانية بمقدار 20%. لو انا خليت العشرين دي زيرو اصبحت البارتكلز نازلة تمام في اتجاه واحد. ممكن كمان ان انا ازود الفيلوسيتي عن كده، والفيلوسيتي راندوم ممكن ازودها مثلا اخليها بتاع 20 ولا حاجه، وازود الفيلوسيتي عن كده كمان. اعتقد انها كده نازله بسرعه قوي. متهيألي كده بقى أوقع وأحسن. فاضل بس إن احنا نزود عدد البارتكلز، وليكن نخليه 300 ولا حاجة. متهيألي كده أوقع وأحسن بكتير جدا جدا من الأول. دي بس كانت حاجة بسيطة علشان نعمل رين أو علشان نعمل شتا. طبعا تقدر انت تعمل اي كاستمايزيشن تعجبك على الموضوع. ان شاء الله برضو في الجزء اللي بعد كده هنتناول حركة اللي هي خاصة بالجليدي. احنا كده عملنا الشتا وعملنا برضو الجليد، والجليد برضو هنتكلم يعني ميزته ان احنا نتكلم في حتة كنت عايز اتكلم فيها اللي هي الكاستم بارتكل او السبرايت اللي انا اتكلمت عليها في الجزء الأولاني. شكرا ليكم. كان معاكم مهندس أحمد عبد الرحمن رياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.